بحثي أنا هو عن عبد العزيز الثعالبي كما طلب إلي. يعني عبد العزيز الثعالبي من الشخصيات التي زارت بلدان عديدة، اليمن، مصر، تركيا، الهند، ولكن لا توجد دولة بقي فيها 6 سنوات إلا العراق. العراق بالنسبة إليه مثلت هذا الشرق العتيد، سماه بالشرق العتيد. تعرفون في تونس نحن في الجنوب عندنا مدينة نفطة تسمى الكوفة الصغرى. هذا يدل على أن الشرق في وعينا في المغرب الإسلامي بأن الشرق هو معيار المدح، وهو معيار الذي يجب أن نصل إليه. تونس اقتنت من مدرستين، مدرسة الحجاز أهل الحديث رأسها إمام مالك، ومدرسة الإمام أبو حنيفة النعمان، وحتى أسد من الفرات كان حنفياً، وكان آخر شيوخ الإسلام من القضاة الشيخ محمد عباس كان قاضياً حنفياً. لم ينتهي الفقه الحنفي في تونس إلا سنة 56 عندما ألغى بورقيبة المحاكم الشرعية. في حديثنا عن الثعالبي نتحدث عن رحلة المكان والمكانة. عندما وصل إلى العراق قال عنه معروف الرصافي في كتابه نفح الطيب في الخطابة والخطيب بأنه أعظم خطيب في القرن العشرين، كان خطيباً مسقعاً. هروبه طبعا من تونس كان بعد أن أغلقت كل السلطات الاستعمارية في تونس، أغلقت كل صحفه وكل ما أنتجه من إنتاج سبيل الرشاد والصحف التي قدمها. أنا أعتقد أنه ليست القوة في العبقرية، ولكن القوة في التأثير. يجب أن تكون مؤثرا وتكون شخصيتك عابرة للحدود. شخصية الثعالبي كانت عابرة للحدود، والشخصيات التي وصلتنا إلى المغرب الإسلامي أيضا كانت عابرة للحدود. عندما جاء إلى العراق كانت له فكرة تأسيس الحزب الوطني الإسلامي. الدراسات تتحدث على أنه أسس الحزب الوطني الإسلامي، ولكن أسس في الحقيقة حزب الدستور الذي انحرف الآن وصار إلى ما صار إليه من هذا الحزب الحاكم. أهم فكرة وصل بها عبد العزيز الثعالبي إلى العراق هي فكرة الجامعة الإسلامية، وهو يرى أن لا يمكن الإسلام أن يكون ديناً فردياً، بل يجب أن يكون ديناً جماعياً، وهو ما أراد الاستعمار أن يفعله، هو أن يؤسس ديناً فردياً. لكن حين استقبله الرصافي على فكرة قال فيه بيتين لنا بثعالبيك خير ملق على أشتاتنا حبل اتحادي، وأسمى من سما أدباً وعلماً، وأفصح من تكلم عن سادات. هذا بوأه مكانة في العراق. الأمير فيصل جعل له جامعة آل البيت، تقريبا كانت الجامعة الشعبية، وكانت الفرصة الحقيقية للشيخ الثعالبي أن يبين مكانته ويبين قيمته العلمية. أنا جئتكم بكتاب محاضرات في التفكير الإسلامي والفلسفة، هذا الكتاب ألفه في العراق وهو مرجع في تونس عن كل أثره في العراق موجود في هذا. مكانته السياسية داخل الطبقة السياسية في العراق تقريبا هي في المرتبة الثانية بعد شكري الألوسي، هذا بشهادة باجت أثري في مقاله عن أيام الثعالبي في بغداد، عندما تكلم في كتاب جمعت فيه المقالات سمي رجل أمة اجتمعت في رجل. يقول الثعالبي: لقد صير داره مثابة للناس، ومنع مجالسه من أن تغشاها الطفيليات التي تعيش على هوامش المجالس. الطفيليات هذه التي تعيش على هوامش المجالس كانت تهاب عبد العزيز الثعالبي، وكان أرقى مجلسا عرفته بغداد يوم الأربعاء بعد مجلس شكري الألوسي. هذا أيضا أهله إلى مكانة سامية، حيث مثل العراق من تونس، يمثل العراق رغم مكانته في تونس التي أضربت أياما عندما اعتقله الاستعمار، وأضربت أياما عندما نفي، لكن هذه المكانة مكانة كبرى. لماذا استقبله العراق بهذه القوة؟ طبيعة الحال العراق لم يكن مرجفا، العراق عاصمة الخلافة، معتدا بنفسه. قوة البلدان ليست قوتها فقط في أنها تصدر فكرا، فإنها تقبل الشخصيات الكبرى لأنها وثقة من نفسها. وثوق العراق من نفسه أيضا مكن الثعالبي من هذه المكانة. ووصل الأمر إلى أن يمثل العراق في 13 مايو 1926 مثلها في مؤتمر الخلافة. تعرفون بعدما سقطت الخلافة وقعت هنالك مؤتمرات، ترشحت إليه مجموعة من الشخصيات في العالم الإسلامي. ما كان طموح الملك فؤاد في ذلك الوقت كان هو الأكبر، ولكن بدعوة من الأمير فيصل أراد أن يكون الثعالبي هو ممثل العراق، ليكون بعدها ممثلا للعراقيين، سفيرا للطلبة العراقيين في مصر. هو الشخصية تقريبا قبل الخضر حسين الذي تبوأ الشيخ محمد الخضر حسين، الذي حصل مكانة الأزهر عندما لم يجد الأزهر من يقف على منبره،
كان تقريبا الثعالبي هو 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 الاول في هذه العمليه، تقريبا هو المؤسس هذه المكانه. في جامعة آل البيت كل المحاضرات كلها تقريبا على التوحيد، على أنواع الفرق الإسلامية، حلل طبيعة الخلاف بين، خاصة هو قضيته قضية سياسية، يعني رأى الثعالبي كان يؤمن بشيء واحد، أنه لا يمكن لصلاح الأمة إلا بصلاح الحاكم. الكثير من المفكرين الإسلاميين يظلون يترددون ولا يحسمون أمرهم، ولكنه كان حاسما أمرهم منذ البداية. لا يوجد مجتمع لا يحكمه حاكم صالح لا يمكن أن يصل إلى غاياته الاستراتيجية، ولذلك المعركة هي المعركة أزلية في الحكم. ومن هنا فتح نافذة على كل الدساتير الغربية، لم يقل أن هنالك التجربة الإسلامية المتعثرة في الخلافة انتهت، ولكن قال هنالك تجارب. في ذلك الوقت عندما كان الفقهاء وجماعة الزيتون فيهم الطرف المتكلس، كان الثعالبي يتحدث على أن الدساتير الغربية الآن وصلت إلى أوجها، بداية بالدستور الأمريكي ثم الأنجليزي، وتحدث على أن الدستور الأمريكي تقريبا شرع فيه سنة 1600 تقريبا، وكتب سنة الدكتور الأنجليزي ظل قرنا كاملا حتى كتب، وظل دستورا غير مكتوب، ولكنه يحكم أرقى الدول في العالم. يعني هو هنا بهذه الطريقة فتح نوعية على العقد الاجتماعي الذي جمع الغرب والذي وصل فيه إلى النهوض. يعني عندما تتحدث عن الغرب بهذه التقرية، في هذه اللحظة العراق الذي كانت فيه ثورة العشرين، والخلافة الساقطة التي وقعت، والاحتلال الفرنسي للجزائر والمغرب الإسلامي والعراق وسوريا، هو يتحدث على أنك يجب أن تفرق بين أمرين، تفرق بين المشروع الغربي الاستعماري الكولونيالي، ولكن تفرق أيضا بين المشروع الغربي الفكري الذي وصل إلى عقد اجتماعي وكيف تسلط عليك. لم يتسلط عليك عسكريا، ولكن النهوض هذا العسكري الكولونيالي سبقته نهضة فبحث في أسباب نشوء الأمم. أكثر ما شنع عليه الثعالبي في محاضراته في آل البيت هو الصوفية. يعتبر الثعالبي بأنه تقريبا حملها الوزر الأكبر من تعطيل تقدم الحضارة الإسلامية، قال أساءت كثيرا إلى المسلمين وأخرتهم قرونا. لكن في كل هذا الثعالبي لم تخالجه يوم لحظة ما في أن الثقة بالإسلام. على فكرة أعطيكم فكرة، في تونس لا يتحدثون، عندما يتحدثون عن الثعالبي يقولون هو المؤسس الحزب الدستوري التونسي هكذا بطريقة علمانية وعلاقته بورقيبة، ثم يلفون الأمر لأنهم يريدون أن يتجاهلوا مشروعه الإصلاحي الإسلامي. الثعالبي لا يرى حلا بغير الإسلام، ولا يرى حلا من خارج دائرته. في تصوره أن الدلائل النقلية موقوفة على سيف العلم بالدلائل النقلية بالدلائل العقلية، يعني أنت لا تطبق الإسلام ولا تذهب إليه، ليس فقط لأنه أمر إلهي، بل لأنه على صعيد التجربة التاريخية أثبت قدرته على وحدة المسلمين، وأثبت قدرته على جمع شتاتهم وقوتهم. إذن في رأيه لا يوجد مشروع نهضة خارج الإسلام. لكنه هنا ابتدع مفهوما جديدا، وهنا صار مجددا. عوضا يتحدث عن وحدة الدين، تحدث عن وحدة التعاليم، لأن وحدة الدين قد تثير حساسيات مع مجموعة من الأديان الأخرى الموجودة. تحدث عن وحدة التعاليم، ولذلك نحن نريد أن نؤسس دولة فيها وحدة التعاليم، فيها دولة الحق، الحق والواجب. ولأنه في كل هذا يبقى في كل هذا يرى أن الدين دائما هو دين إصلاحي. الكثير يتساءلون لماذا الإسلام دائما تحارب سيامه، لسبب وحيد، أنه ليس لأنه مفارق لنظريات أخرى، ولكن لأنه أيضا جوهر مصروعه أنه دين إصلاحي. الإسلام دين إصلاحي، وهنا تندلع معاركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 سنة صالحا، ولكن حينما تحول مصلحا اندلعت معركته مع قريش، وعمق مع كل هذا المستقر الاجتماعي والسياسي والثروات الأوليغارشية التي كانت موجودة في قريش. لأنه دين إصلاحي، ليس محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل فيه الإصلاح، ولكنه هو نهج الأنبياء، شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه أيضا وصية هارون، وصية موسى لأخيه هارون، أخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني الآن عندما تتحدث عن إسلام تتحدث عن دين إصلاحي، وبما أنه دين إصلاحي دائما تجده في قلب الصراع. تلاحظون الإسلام دوما في قلب الصراع،
تتالى الإخوة تحدثوا أفضوا في تحدثوا عن المغول وعن التتار وكله، ولكن هذا الإصلاح كيف يتم حسب الثعالبي؟ يتم عبر النخبة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بما أن هذه النخبة تقوم، وهذا وظيفة المجتمع كلها تقوم بوظيفة النهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ولكن علي الثعالبي أبدع في هذا الحد الفاصل، وهو أول من بشر بالتفسير الموضوعي للقرآن. عندما تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليك أن تعرف الحد الفاصل بين أن تتجاوزه إلى قضية حرية الوجدان. يعني الأولى، الأمر بالمعروف هو مشروع لقواعد التضامن العام والهداية ومراقبة سير الأمة. والثانية، لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، هذه الآن موجبة لمنع السيطرة والإكراه. يعني الشيء إذا تجاوز حده صار بلا معنى أولا، ثم انقلب إلى ضده ثانيا. يعني أنت تبدأ بعملية الإصلاح، ثم حينما تتجاوز حدودها تعود بتعدي على الوجدان إلى تذهب إلى مربع الفساد، تعود إلى مربع الفساد دون أن تدري. ولذلك الغرب اليوم كيف يتحدث، كيف يريد أن يقدم الإسلام؟ يقدمه بأنه متعديا على حريات الناس، والتيارات المتطرفة هذه تقدم على هذه الأساس. وحينما يخطو الاعتدال خطوة معينة دائما ويرسموا صورة جميلة، دائما يخرجون الصورة البشعة هذه التيارات المتطرفة كلها لتبين بأنه دين يتعدى على الحريات ودين إجبار، ونعود إلى المربع الأول الذي يشوه الإسلام والذي يقدم بهذه كما قدمه الاستشراق. إذن الدين هنا لا يمكن أن يكون محاكم تفتيش، يتحول إلى محاكم تفتيش. يعني وأخطر ما في شيء يقول الثعالبي حسب تصوري، هذه ليست قولته، أنه لا يمكنك أن تجعل من الجزء أن يسيطر على الكل لأنه يبعثر هدفه. الثعالبي حين تحدث في منهجه لقب أيضا بالخلدوني، ابن خلدون الجديد. ليش؟ لماذا لقب ابن خلدون الجديد؟ تعرفون في تاريخ الحضارات نحن دائما نتحدث عن شروط التقدم، ولكن هل درسنا شروط التخلف؟ هنالك أيضا التخلف قد يستوجب شروطه ويستوفي شروطه، وحين يستوفي شروطه ترتكس الأمة. أهم ما ركز عليه الثعالبي هو مفهوم الدولة. لابد إذا أنت أردت أن تصلح وتتقدم في الخطوات الحضارية، لابد أن يكون عندك رؤية في الدولة وتصور صحيح في الدولة. وليكون عندك تصور صحيح في الدولة، يقول الثعالبي جملة رهيبة جدا: هنالك قوة في الأمم العظيمة، العظمة تظهرها والعجز يخفيها. إن الأمم الراقية مستعدة لسلوك طرق التطور بخلاف الأمم الجاهلة، فإنها بطيئة السير في مسلك الارتقاء والنشوء. هذا من الارتقاء والنشوء كلمة لداروين، المصطلح هذا، لكن هو يوظف هذه المصطلحات. ثم يذهب إلى هذا الاتجاه الذي ذهبت إليه كل هذه الاتهامات، بأن هذه قضية لا علاقة سياسة بالدين والدين بالسياسة. يعني الدين يتدخل في السياسة وهو الذي يشوهها، صحيح أم لا؟ هكذا يتهمونه، ولكنه ينتبه لأنه في التاريخ الإسلامي السياسة هي التي فرعت الدين، وليس الدين هو الذي فرعت السياسة. السياسة هي التي أفرزت المذاهب الدينية وليس العكس، وكان الدين بمفهوم السياسة هو الذي انحرف بهذا المفهوم، من مفهوم إصلاحي إلى مفهوم ذاتي، من حل مصلحة الشأن العام إلى حل المصلحة الفردية. يقول: كل حزب ينشر تعاليمه واعتقاداته فكون مذهبا دينيا خالصا. عندما بقي الثعالبي في بغداد، أهم ما نشره هو هذه الثقافة السياسية. تعرفون أهم شيء هو أن يتحول الإسلام إلى من دين جماعي إلى دين فردي. ما يقلق الآخرين هو هذه النقطة تحديدا، عندما يكون دين جماعي تجرده، تجعله سهمه بلا قوس وتعود به إلى دين فردي، هنا مقتله، وهنا مقتل السياسة، وهنا مقتل الدين. ولذلك هو الآن فرع في هذه في أنواع الحكم، تحدث عن الحكم الاستقراطي الارستقراطي القائم على السلطة، تحدث عن الحكم الثيوقراطي، تحدث عن الأوريغارشي القائم على الثروة، وتحدث عن النظام الشوروي الحكم المقيد، سماه الحكم المقيد، هو الذي ارتقت به أوروبا، سماه وكما قال فيه الكواكبي هو أصل الداء وكل السبلاء. فيه لا تكون السياسة وجهها، الحكم المقيد لا تكون فيه السياسة وجهها، تكون فيه السياسة هي متجهة للشأن العام.
إذن هنا نذهب إلى نظام الشورى. الإسلام لم يقيد المسلمين في رأيه بنظام. الشورى مبدأ عام، مبدأ عام يتخذه. ولذلك هو عندما ذهب إلى قضية الخلافة اعتبر أن الخلافة رغم هذه النكسة والهزة التي أحدثتها في العالم الإسلامي، هذه تقريبا مرحلة اعتبر أنها مرحلة ترهلت سياسيا وأدت كل استنفذت كل أغراضها بعد خمسة قرون. كما اشترح المسلمون الأوائل النظام الشورى الذي أفرز الخلافة الشوروية، وكما أفرز المسلمون نظام الخلافة العثمانية، يمكن أن يفرزوا نظاما آخر. هنا ذهب إلى قضية هامة في قضية الخلافة، إلى أنها ذهب إلى قضية الإمامة. الإمامة لم يختلف فيها لا مع أبي حامد الغزالي الذي يقول إن نظرية الإمامة ليست من المهمات وليس من فن المعقولات. والإمامة القول ابن خلدون الذي قال إن القول بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله هو الذي أوقع الشيعة في الخطأ. كم بقي؟ دقيقة واحدة فقط. أهم، سمحني أستاذ، بقيت دقيقة واحدة أريد أن أقول هنا، لكن أنهي بهذه الكلمة. أهم ما انتبه إليه الثعالبي في الفقه السياسي، عندما أنت تتحدث عن الفقه السياسي، الذين درسوا الملل والنحل للشهرستاني، هو تأثر بالشهرستاني كثيرا لأنه هو الذي توغل عميقا في الملل والنحل في الفقه السياسي. الشهرستاني أحد الذين توغلوا قديما. من بين كل هذا الفقه السياسي الذي وجدته في الكتاب، لم أجده يولي أهمية إلا للزيدية، رغم أنهم فرع من الخوارج والسليمانية والإباضية. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء ابتدعوا مفهوما جديدا، كانوا يعني هو ثنى على حكمتهم في قضية الصراع التاريخي حول الخلافة. لست هنا بصدد من أحق بالخلافة، علي أو معاوية أو أبو بكر، هذا ليس موضوعي وليس اختصاصي، ولكن بيّن أن الزيدية انتبهوا إلى شيء وحيد، أن ترشيح خليفة أبو بكر لم يكن فقط لأنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان اختياراً سديداً، بل لأنه لم يكن شخصية خلافية. لماذا؟ في قضية إمامة المفضول بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، أنا أعتقد شخصياً أنها من أجمل ما ابتدع الفقه السياسي. لماذا؟ المفضول، لحظة فقط، المفضول بالمعنى الديني يمكن هو الأفضل سياسيا حين يصير عليه الإجماع، حين لا يتحتم به المسار السياسي الأمة. أنا أقول أن هذه هو الثعالبي تقريبا في العشر دقائق الذي سنحت بها الفرصة، يعني كيف يمكن لهذا الفكر أن يتوغل ويبقى نكرة في تونس إلا بعد 45 سنة من وفاته يذكر الثعالبي، ثم لما ذكر فيما بعد ذكر بطريقة لا تليق بمقامه، والآن يحاول أن يجرد من عنوانه الإسلامي. هذا هو الإسلام، دين إصلاح ودين فكر ودين تغيير، ويقدم كأي مفكر إصلاحي ليس له هذا العمق الدين وعمق الهوية كخزان من خزانات المجتمعات. بارك الله فيكم وشكرا.